الطفل تعيش على إيقاع تنظيم الأيام الثقافية والحقوقية للراحل المرحوم محمد طارق السبعي. مدينة تفلت اليوم في اليوم الأول ديالها في الافتتاح ديال الأيام الثقافية والحقوقية اللي غتمتد على امتداد 3 أيام، اليوم وغدا ثم بعد يوم غد الجمعة، إذا من الأربعاء للجمعة امتداد على 3 أيام. اليوم كانت الافتتاح ديال هذه الأيام الثقافية والحقوقية واللي شهد اليوم الأول ميلاد فرع محلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان. غدا إن شاء الله سيكون لقاء تواصلي مع جوج ديال التنظيمات الحقوقية، الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب والإعلان عن الرغبة في تأسيس تنظيم حقوقي جديد. اليوم الجمعة كذلك غادي يكون عندنا أنشطة حقوقية طيلة اليوم. إذا هذه أبرز العناوين ديال هذه الأيام الثقافية والحقوقية للراحل المرحوم محمد طارق السبعي. كلمة في حق هذا الرجل الذي لا طالما لا زال هو توفى ولكن لا زال أصدقه ولا زالت كلمة. الراحل محمد طارق السبعي مؤسس ثقافة حماية المال العام بالمغرب، يعتبر من الأعلام الحقوقية التي أسست الذاكرة الحقوقية للمغرب، والذي ساهم في إرساء ثقافة المال العام والدفاع عن المال العام. فالمرحوم محمد طارق السبعي سعى قيد حياته إلى بذل الجهود وإلى بذل من العطاء وإلى بذل من التضحيات الجسام من أجل إسماع صوت المظلومين ومنتهكي الحقوق والذين تطالهم ممارسات عبر نهب المال العام من قبل أشخاص يتطلعون بمواقع المسؤولية ويتصرفون في المال العام اللي كان ولا زال ملكا مشتركا لجميع المغاربة، ويحق لأي كان أن يسأل عن طرق تدبيره وطرق صرفه وطرق تسييره. أنني تعطتني باش نكون رئيسة ديال الفرع المحلي بمدينة تيفلت، وهذا التكريم هذا اللي جاء ما كنتش متوقعاه، وانا جد فرحانه لانني كنخوض واحد المعركه نضاليه حقوقيه، وتشرفت من رئيس المركز الوطني السياد الخضري انني كان غادي نكون من ضمن العضوات الثاني اكبر تنظيم بالمغرب ألا هو مركز الوطني لحقوق الإنسان، وهذا شرف كبير ليا، وكنشكر الإخوان جميعا اللي حضروا. تألق تفكير من مركز الوطن باش كل منطقة كل مدينة كبيرة بحال حجم تكون عندها فرع ديال الفرع المحلية، وعاد هاد الفرع هادي هي كتشكل مكتب الإقليم. إذا السياسة العامة اللي تبناها المؤتمر الوطني الرابع للمركز المغربي هي كتجلى أساسا في تغطية مختلف المدن خاصة المدن الكبرى، وعاد من خلال هذه الفروع جمع أهميتها من خلال هذه الفروع هي تقوم عملية التشكيل والمكتب القانوني، من بعد عاد تولد تنسيقية جهوية. إذا هناك فروع محلية، فروع إقليمية، وتنسيقية جهوية. تشرفت اليوم بدعوة من السيد حسن اليوسفي رئيس مغرب أنبار لحضور تأسيس الفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، وبالأصح إعادة الهيكلة هذا الفرع. ويتزامن تاريخ 18/1/2023 مع الذكرى 5 لوفاة الأستاذ محمد طارق السبعي تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، المحامي الكبير ورئيس المنصب الوطني لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام.